صباحو، كيف كن أصدقائي؟ طمنوني عنكن، إن شاء الله تكونوا بألف خير صحة يا رب. رجعتلكن كتير 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 هيك كومايات، رجعتلكن فيديو جديد. أصدقائي مثل ما عم تشوفوا عم بعملكن مقدمة فيديو أنا بالقطار يا جماعة، لأنه اليوم صبح فايقة كتير بكير وأنه عندي موعد عند أجنت وفور أرابي مشان أسوي أوراقي، ودني مطر برد. واكره شي عندي يا جماعة لما يكون عندي موعد بالصبح بكير. شوفوا عم بشرب كافي كمان مشان شوي اصحصح، بس ايام هيك يكون جو بارد ومطر اكره شي عندي يكون عندي موعد بالصبح بكير. اوكي اصدقائي، وقبل ما نبلش فيديو اليوم بتمنى لكل حد جديد معنا تشتركوا بالقناة، تحطوا لايك للفيديو، فعلوا زر الجرس مشان دايما يوصلكم اشعار كل ما بنزل فيديو جديد على قناتي. ويلا خلينا نبلش مع بعض في فيديو اليوم. شوفوا يا جماعة دنيا مطر برد وقطار فاضي ما فيه حدا، كأني حاجز القطار كله على حسابي. أصدقائي الموظف اللي اليوم اللي موعد معه أخذ له هاي صفد من حلو، صراحة هي تستاهل كل خير، وحبيت أروح على موعدي وما يكون إيدي فاضية، عشان هيك أخذ له هاي هدية. شوفوا يا جماعة جو مطر برد. أصدقائي والحمد لله هاي نزلت من القطار الثاني. لما يكون موعد تبعنا مكان بعيد ونروح على موعدنا بالقطارات والباصات، لازم قبل موعد تبعنا نطلع من البيت من ساعتين لثلاث ساعات. شوفوا يا جماعة تعبيت كله تلج يا جماعة، لازم أوقف تصوير هلا بصراحة، لأنه مثل ما عم تشوفوا تلج ولازم استعجل كمان، خاصة نحن هون بأوروبا إذا نروح على موعدنا دقيقة متأخرين ما عاد يستقبلونا أبدا، لازم ناخذ موعد تاني، مشان هيك لازم هلا استعجل شوي. أصدقائي وأخيرا وصلت على الموعد، الحمد لله ما تأخرت، لسه في 20 دقيقة بس. شوفوا جاكيتي طاقيتي والشال تبعي كله صاروا مل. أصدقائي والحمد لله خلصت من موعدي، الموظفة تبعي انبسطت كتير كتير من الهدية اللي عطيتها، قالت ما بتلزم، قلت لها بالعكس اشتهيت لك إياها، قال كان تأكلها بالاستراحة الغداء أنا ورفقاتي، قلت له صحة وهنا. المهم أنا اللي جبت لك، أنت تعزمي رفقاتك ولا ما تعزمين هذا شيء يعود لإلك. يا جماعة شوفوا عم تمطر مرة ثانية، وإيدي ماسكة تليفون عم صور اليوم من تليفون تبعي مو من كاميرا، إيدي صار بوز 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 يا جماعة، عن جد برد مو طبيعي. أصدقائي وهاي وصلتي على البيت. يا جماعة الموظفة اللي اليوم كان موعدي معها نبهتني على شغلة كتير ضرورية، بصراحة ما كنت منتبهة على هاي الشغلة. لكل أشخاص عايشين بألمانيا وعم تشتغلوا عندكن عقد عمل وبدوام كامل، وخاصة الكوافيرة أو تشتغلوا شيء تاني بس يكون في بروفيزيون بالموضوع. بروفيزيون هي نسبة الفائدة يا جماعة. هلا مثلي مثلا أنه أنا عم بشتغل كوافيرة وعقد الشغل تبعي دوام كامل، مثلا الكوافيرة عم يقبضوا مثلا بالشهر 2000 يورو. يا جماعة لا تفكروا انه هذا هو راتبي او عم بقبض هذا الراتب، بس نقول مثلا يعني من باب المثال مشان انه اوضح لك الفكرة. مثلا انه المدير قال لي بالشهر لازم تشتغلي 3 اضعاف راتبك. اذا بالشهر بيشتغلوا 3 اضعاف من راتبي، بعد 3 اضعاف من الراتب هذا رح يكون بروفيزيون بالموضوع. يعني مثلا انه راتبي بالشهر 2000 ومدير حكالي بالشهر لازم تشتغلي لإلي 3 اضعاف من راتبك. مثلا بالشهر انا اشتغلت 6500 للمدير او 7000 او 8000، 6000 هو 3 اضعاف من راتبي وما تبقى على المصاري بتجي فائدة لإلي. مشان هيك الموظفة تبعي حكت لي انه لازم بالعقد كمان نذكر فيها انه في بروفيزيون، مشان انه ايام الراتب يجي على بنك تبعي
بكرة لما أعطي أوراقي لفينانتس أمت مركز الضرائب ما يقولوا شو هدول المصاري الزيادة اللي عم يجي على بنك تبعك. لازم تكتبوا بالعقد في بروفيزيون، في فائدة. بهاي وقت بقى أنه مكتب الضرائب ما له علاقة، أنه أيام يجي فائدة كتيرة، أيام يجي فائدة قليلة، يعني أنه المهم أنتوا ذكرتوا بالموضوع، يعني ذكرتوا بالعقد الشغل. اوكي اصدقائي، وهي كان فكرة فيديو اليوم. بصراحة الفيديو اليوم ما حبيت ابدا انه اصور، ما كان بالي انه اصور كمان، مثل ما شفتوا الجو مطر برد ثلج، مو كان ناوية ابدا انه اصور فيديو اليوم، بس رجعت مرة تانية غيرت رأيي وصورت بالقطار يا جماعة، وشفتوا كمان مقدمة هاي فيديو كان بالقطار. اوكي اصدقائي، وهي كان فكرة فيديو اليوم، ان شاء الله عجبكم يا رب، استمتعتوا معي. وبصراحة فيديو اليوم كان فلو كتير بسيط، بس حبيت انه اشارك معاناتي، وخاصة يكون عندي موعد بالصبح بكير وايام مطر وتلج، شو بيصير بحالتي. وكمان شغلة مفيدة انه بعد ما نبهتني الموظفة على هاي النقطة، حبيت انه احكي لكم اياها مشان كل حدا يستفاد وما حدا يقع بالغلط. اوكي اصدقائي، وبتمنى عجبكم فكرة فيديو اليوم، استفدتوا منه واستمتعتوا معي، واشوفكم بخير وسلامة بفيديو جديد. باي.